مشاهدينا الأعزاء، بعد المعلومات الثرية والمفيدة والرائعة اللي قدمها لنا الدكتور علي المتيمي، وصلنا معاكم للقائنا الثاني في استديو مساء الخير يا كويت. هم الأمل وهم النور وهم السعادة، الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لهم مكانة رفيعة في قلوب الجميع بما يقدمون من أعمال جميلة تسعد المحيطين بهم. نعم زميلتي ورود، لذا حرصت جائزة الأم المثالية للإعاقة الذهنية على تكريم من يساهمون بدعم هذه الفئة العزيزة علينا. وحول هذه الجائزة ورود لدينا ضيف خاص اليوم. أكيد طبعا صحيح. يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذ عبد الله عيد الشمري، رئيس اللجنة الإعلامية لجائزة الأم المثالية للإعاقات الذهنية. حياك الله ويا هلا ومرحبا فيك، وأهلا وسهلا. أهلا فيك أختي ورود، يا هلا فيكم، وأشكركم على الدعم الإعلامي والمعنوي اللي ما هو غريب على برنامج مساء الخير يا كويت. الله يعطيك الصحة والعافية، هلا مرحبا فيك، وهذا حق واجب. قبل قليل تكلمنا تحت الهواء انتم ما شاء الله مريتوا الحين 10 سنين. صحيح 10 سنين ما شاء الله من العمل صحيح. الدؤوب والنجاحات والفعاليات المتنوعه. صحيح. لدعم طبعا هذه الجوائز فيما يخص طبعا ذوي الاعاقه والاعاقات الذهنيه. نتكلم صحيح. اليوم عن هذا الحدث المهم لجائزه الام المثاليه للاعاقات الذهنيه. صحيح. شنو استعداداتكم لهالجائزه الاسبوع الجاي؟ والله شوف ان شاء الله استعداداتنا على قدم وساق على ما يقولون. جائزه الام المثاليه للاعاقات الذهنيه احنا بلشنا تقريبا من 2003 تحديدا ب 19/3/2013 كانت لنا الانطلاقه الاولى. نعم. تزامنا مع يوم الام العالمي، نقدرها على دورها لابنائها من ذوي الاحتياجات الخاصه. فاليوم انطلقت هذه الجائزه التقديريه تحت رعايه السيده سبيجه سعد الجاسر. نعم. من مركز الخرافي بالتعاون مع فريق الجائزه، وانطلقنا وسوينا افكارنا ومعاييرنا واهدافنا بحيث شلون نختار الأم اللي عندها أبناء من ذوي الإعاقة الذهنية. جميل جميل. طيب كم عدد الأمهات اللي تم تكريمهم أو بيتم تكريمهم أيضا الأسبوع القادم؟ صحيح، احنا ما شاء الله قاعد يتزايد العدد. نعم. احنا اليوم ابتدينا، كانت الجائزة محلية بأول سنة 2013، اتطورت صارت هذه الجائزة على مستوى على مستوى المجلس التعاون الخليجي، بعدين صارت على الوطن العربي. اليوم الحمد لله وصلنا إلى بعض من دول العالم اللي مشاركين معنا في هذه الجائزة. عدد الأمهات المكرمين منهم 20 أم، والأمهات يعني هم توتل 22 أم. ال 20 أم من الدول يعني من المراكز اللي احنا اخترناها، والأمهات اثنين راح يكونون أشخاص يعني شخصيات عامة نختارها من فريق الجائزة. واحدة راح تكون من المملكة المتحدة بريطانيا، وراح تكون الشخصية الأخرى من العامة من دولة الكويت. جميل جميل. طبعا هو مثل ما تفضل 22 أم. صحيح. واحدة من المملكة المتحدة. نعم. واحدة تكون شخصية عامة، تكون شخصية الفعالية. فهذه صارت الجائزة عالمية. اي والله هذا شيء جميل. يعني وصلناها ترى بجهود تطوعية. جميل. كل القائمين على هذه الجائزة يعني لا يتقاضون أي راتب ولا شيء، هذا كله عمل تطوعي قمنا عليه بجد واجتهاد. ورئيس لجنتنا السيد فواز القبان ويوسف يعني اللي ما قصر على دعمنا. نعم. المعنوي، وعلى اللي قاعد يعطينا طاقة، اللي فعلا قاعد نشوف بسمة وسعادة الأمهات. جميل. قاعد ينعكس علينا طاقة جدا إيجابية. وشغلة حلوة مثل ما يقولون زميلتي ورد، ما أجمل العطاء من غير مقابل. صحيح. فلما تكون أنت شيء من القلب يوصل القلب وتشوف فعلاً. الابتسامات هذا أهم شيء. نعم. زين مثل ما نتفضلت في البداية، طبعا هي جائزة صارت عالمية. صحيح. وأكثر من 20 أم راح تكرمونهم. زين شلون طريقة الفئات اللي تختارونها في كل سنة؟ أكيد لكم معايير معينة. صحيح. مثلا نقول هذه قصة معينة في. صحيح. مثل ما أقول كرايتيريا. صحيح. شلون طريقة الفئات تختارون؟ والله شوف يعني واجهتنا قصص جدا عديده، يعني قصص يعني بصراحه اثرت فينا وايد وخلتنا فعلا ان نجتهد اكثر عشان نكرم هالامهات المثاليات. طريقه الاختيار تكون عن طريق المراكز المعتمده اللي عندهم اهتمام من الجمعيات النفع العام اللي موجوده الخيريه، اللي عندهم اهتمام بالاعاقات الذهنيه. فاليوم احنا نوجه لهم مثلا كتاب ترشيح بهما ادرى بالتعامل الامهات مع ذوي الاعاقات الذهنيه، واليوم اطلقوا ابنائهم الى المجتمع وكان عندهم حس او تعلم ذاتي من هذا الشيء. فاليوم يقع الاختيار من المراكز المعتمده من دول مجلس التعاون الخليجي او من الوطن العربي. نتواصل مع المراكز المعتمده او نتواصل عن طريق السفارات الخاصه فيهم بدوله الكويت. جميل. فيتم الترشيح ورشحهم لجائزة الأم المثالية. جميل جميل. طبعا حضرتك ذكرت أنه صار لكم 10 سنوات. صحيح. ووقفتوا بفترة الجائحة كورونا. والحين الحمد لله يعني نعدتم مرة ثانية. صحيح. لكن هالسنة شنو الشيء الجديد اللي راح تقدمونه؟ والله عندنا مفاجآت عديدة، يعني من الأشياء الجديدة اليوم احنا ضمينا بعض دول العالم. وغير كذي احنا راح يصير في عندنا أوبريت يمثل ويجسد دور الأم من الإعاقات الذهنية. جميل. يكون بعد بوقتها الشخصية العامة احنا ما نعلن عنها إلى الآن. أيه. راح يتم الإعلان عنها بوقت الحفل، وهذا اليوم باختيار يقع على مسؤولية مجلس الإدارة عندنا في جائزة الأم المثالية على الأم
أو الشخصية العامة من المملكة المتحدة البريطانية، وعندنا شخصية محلية اللي خدمت وكرست وقتها خلال السنوات اللي طافت لجميع الفئات من ذوي الإعاقة الذهنية. نعم، من خلال هذه الجوائز الجميلة هاي تعطي دعم وتسلط الضوء على جزء من أبناء المجتمع، ويعتبر صحيح. جزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي. نعم. الجوائز هذه اللي صار لكم الحين تقريبا 10 سنين. نعم. لما نتكلم عن المتطوعين اللي وياكم، وخاصة الأمهات اللي عند أسرهم عندهم أبنائهم من الإعاقات الذهنية، شو استفدتوا من خبراتهم وتجاوبهم إنه يساعدونكم من خلال طبعا التواصل مع هالفئة وتواصل مع المجتمع؟ يعني تعلم تماما إن اليوم اللي عندها أبناء من ذوي الإعاقة الذهنية، ويعني ما بقول لك إن شون أطلقت ابنها وصار يعني بعض القصص نجاحات، وفي بعض القصص اللي كانت مؤلمة وتحولت إلى طاقة إيجابية. نعم. فاليوم احنا نشوف الأمهات هما مثال يحتذي فيه. احنا فعلا نشوف هذه الأمهات أمهات يعني كرسوا وقتهم وحياتهم لتعليم وللاجتهاد وتطوير أبنائهم من ذوي الإعاقة الذهنية. فاحنا اليوم نشوف هذه الأمهات فعلا يعني طاقة إيجابية لنا. صح. فلما نتعامل معهم نشوف إن هم مرآة لنا بالطاقة الإيجابية اللي قاعدة نتعامل معها. نعم. فبعدها يعني يصير هالأمهات هذيل اللي يطلقوا مع أبنائهم، فهذه الطريقة اللي قاعدة نتعامل فيها معها. صحيح. نعم. صحيح. أستاذ عبد الله، يعني من خبرتك شلون تقيس أو تقيم الأم الكويتية أو الأم العربية في رعاية الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة؟ صحيح. إحنا هذا القياس أو هذا المعيار يقع على المركز نفسه. نعم. احنا حاطين يعني معايير معينة، أن يتجاوز ابنها يكون فوق 10 سنوات، غير كذي أن يكون عندها التعلم الذاتي، أن يكون عمرها فوق 40 سنة، عشان نعطي مجال حق البقية. يعني كنا فكرنا بعمق أن احنا شلون نكرم هالأم المثالية، وإحنا اليوم نعلم أن كل أم مثالية وكل أم عندها ابن من ذوي الإعاقة فعلا أم مهتمة. صح. ومجتهدة وعندها الحس التطوري والذاتي. أكيد. نعم. فاليوم احنا هذه المعايير موجودة ونطرحها على مجلس إدارة الجمعيات النفع العام والخيرية المهتمة بشؤون ذوي الإعاقة الذهنية، ويتم تزكيتها لنا وتكون فائزة معنا في جائزة الأم المثالية. ونبارك لهم من الحين طبعا قبلها بأسبوع في الجائزة، وكلهم يستاهلون. صحيح. لما نتكلم عن موضوع المجتمع، احنا نتكلم على مؤسسات الدولة، ننتقل من المجتمع للمؤسسات الدولة. من خلال عملكم في هذه الجائزة صار طوال 10 سنين، لكن انتم مثل ما تشوفون في وجهات تشارك وياكم. نعم. مثل ما نقول احنا دائما ايد واحدة ما تصفق. صحيح. في جهات تشارك وياكم. صحيح. تتواصل معاكم. صحيح. تحرص على دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع مع الأسوياء. شو شفت الحرص المؤسسات الدولة في دولة الكويت من خلال هذه الموضوع؟ والله بصراحة شفنا كل القطاعات سواء كانت الحكومية أو الأهلية أو القطاع الخاص. اليوم احنا قاعدين نشوف احنا الجائزة هذه مثل ما وضحت لكم اياها بالبداية، هي جائزة قائمة على الأعمال التطوعية. اليوم احنا نتلقى دعومات سواء كان على المستوى الحكومي أو على القطاع الخاص، وما قصروا معنا أيضا وزارة الإعلام كل سنة قاعد يطلع بث معنا، بث يعني تسجيل كامل لي يعني ينقلون هذه الجائزة اللي فعلا اليوم احنا نفتخر فيها كمتطوعين اللي قايمين فيها اللي تمثل وطننا الكويت، سواء كنا نسويها على مجلس التعاون الخليجي أو على مستوى العالم. نعم. يعني فعلا نفتخر بهذا الشيء أو هذا الإنجاز اللي احنا قاعد نقوم فيه على مستوى الكل. أكيد. يعني الكل من الخليج من الوطن العربي قاعد يستانسون لما يجونا ويشوفون اهتمام دولة الكويت بهذا الشيء. أكيد. وإحنا أيضا فخورين فيكم. أكيد. وطبعا هذا واجب تلفزيون دولة الكويت دائما يغطي هذه الأعمال الجميلة والمفيدة واللي تصب طبعا في صالح المجتمع وجميع فئات المجتمع. نورتنا أستاذ وحياك الله، وعساكم على القوة، وإن شاء الله أيضا يكون لنا تغطية طبعا للحفل والجائزة. صحيح. الأسبوع القادم. صحيح. نعم. أي يوم راح يكون؟ راح يكون بتاريخ إن شاء الله 21/3 في جراند حيات، فندق جراند حيات. وندعوكم وندعو كل المشاهدين أن يجون يشوفون هالأمهات المثاليات. نعم. عندنا شقف بنعرف منو الفائزين ومنو الشخصية العام. إن شاء الله بيوم الحفل اللي تشرفونا إن شاء الله، وندعوكم من خلال تلفزيون دولة الكويت ونقول لكم حياكم الله. وفعلا هالأمهات هذيل كلنا فخورين فيهم، وكل أم احنا نقول لها احنا فخورين فيك بكل العطاء اللي قاعد تعطينا حق ابنائك من ذوي الاعاقه الذهنيه. اكيد. يعطيك الصحه والعافيه. طبعا في ختام اللقاء نشكر الاستاذ عبد الله عيد الشمري رئيس اللجنه الاعلاميه لجائزه الام المثالي للاعاقات الذهنيه على المعلومات تفضل فيها للساده المشاهدين. طبعا زميلتي ورود احنا لدينا كثير من خلال برنامج. أكيد. مساء الخير الكويت نقدم للمشاهدين. صحيح. احنا مستمرين مع جهود المجتمع في احتواء هذه الفئه الغاليه على قلوبنا، حيث اقامت الجمعيه الكويتيه لمتلازمه الداون ملتقى اليوم العالمي متلازمة داون تحت الشعار حبهم يجمعنا. نتابع معكم هذا التقرير.